يقول كثير من النساء قد تكون منقبة ولكن تجمل العين وتضع صبغ الأظافر وتتعطر وتتبخر، وعند الإنكار عليها ونصحها تقول لا تتشدد. أعرف صديقا لي طلق زوجته والسبب أنها لا تريد ترك الفعل هذا، والأهل يقفون مع بنتهم وهي على خطأ يقولون عنه أنت متشدد. لا، هذا ليس متشددا بل هي متساهلة، نسأل الله تبارك لها الهداية ولغيرها. لا يجوز للمرأة أن تضع العطور وتخرج من بيتها، أو كذلك تتجمل بالمكياج وغيره وتخرج من بيتها إلا تغطت وجهها. أما إذا كانت يعني هذه الزينة تظهرها لكل أحد، هذا قطعا لا يجوز. نسأل الله تبارك لها الهداية للجميع.